ويحذق العربية فترجم إليها. ترجمة يترجم فترجم إليه أروع ما في الفارسية من كنوز تاريخية وأدبية كما ترجم كليلة ودمنة. كليلة هو دمنة. كليلة هو الدمنة الهندية. الهندية منها. وكذلك منطق أرسطوطاليس. طيب من الأول يا خيرنا، من الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذه الشاكلة شادت، يعني درسنا سابقا أن بدأ، يعني بدأ ماذا؟ بدأ التعليل، رق النحوية، صحيح، وبدأ القياس والتعليل. وهذه القاعدة قد توسعوا فيهما، يعني في القياس والتعليل، إذ طلبوا لكل قاعدة قاعدة علة، قاعدة علة، ولم يكتفوا بالعلة التي هي مدار الحكم، فقد التمسوا عللا وراءها. وقانون القياس عام وظلاله مهيمنة على كل القواعد إلى أقدحة. هذه كلها هي مهما، يعني هم البصريون لن يعتمد، البصريون يعني يردون أو يرفض على الأحاديث النبوية، يعني مروي بالمعنى، أو يرفض على القواعد، يرفض على القراءات الشاذة، ولكن هؤلاء يقبلون على القياسي. هذا هي، هم يقبلون على القياسي بسبب ماذا؟ هم قالوا هذا هي وراءها العلل، علل وراءها، يعني هذا يحتاج، هذا يطور اللغة. وقال فهذه القاعدة كما فهم البصريون أن هي قياس هنا على القاعدة ما لم يسمع عن العرب عليها حملا، لكن يحمل عليها حملا، حملا أي يأخذ نظامهم، يأخذ أوزانهم، صح، يأخذ أوزانهم، ثم أوزان القاعدة أو أسماء القاعدة هذه، ثم يطورها بالطريقة يحمل عليها حملا، يأخذ هذا ويحمل على نفس القاعدة، لكن هذه القاعدة الجديدة، الكلمة الجديدة، فهي المعيار المحكم السديد. هذه هي معيار الصحيح، هذه الطريقة، عكس هذه هي طريقة السديد، يعني الصحيح. وعلى هذه الشاكلة شادت البصرة صرح النحوي ورفعت أركانه. ما معنى هذا؟ شاكلة، بناء على هذا الأساس، هذا معناه. وعلى هذه الشاكلة، بناء على هذا الأساس، شادت بصرة. ما معنى شادت؟ ركز البصرة على الصرح النحوي ورفعت أركانه. معين. بينما كانت الكوفة، كانت الكوفة وفي نفس الوقت، وأما الكوفة مشغولة عن ذلك كله، يعني مشغولة عن ذلك كله، سواء نحو، سواء قراءة شذة، هؤلاء شغلة فيها على الأقل حتى منتصف القرن الثاني للهجري. منتصف معنى منتصف، في وسط، في متوسط عن القرن الثاني للهجرة. مشغولة عن، مشغولة عن، معنى ترك أو. بينما كانت الكوفة مشغولة عن ذلك كله. والله يعني الكوفيون يعني هم شاغلون، لم يترك 100% عن النحوي، مشغولة عن هو مشغولة عن نعم، هو هؤلاء ركز على قراءات أكثر، لكن لم يترك 100% عن النحوي، هذا. فلذلك يعني
جاء الكسائي بالنحو الكوفي، هذا هو. لكن لو هو قال مشغول عن ذلك كله، لو هذا مقصود شوق الضيف أن مشغول عن هنا، ترك عن ذلك كله عن باب القياس، عن باب القياس. ولكن لو هنا أنت تريد أن تقول ترك كل عن الباب القياس والقواعد استقصاء بهذه الطريقة القياس، هذا هو الصحيح. لكن أنا أميل إلى الفكرة الكوفيون ركزوا على قراءة أكثر، وأما في باب النحو هو أولئك من ما ترك 100% في باب سوف نأتي به. لو هو قال شوق الضيف قال مشغول عن ذلك كله، أنا لم أوافق معك لأن سوف يأتي فيما بعد. طيب نشوف. وقلما بقراءات الذكر الحكيم على الأقل حتى، شوف، على الأقل حتى منتصف القرن الثاني للهجرة بقراءات الذكر الحكيم ورواية الشعر والأخبار. فلذلك شوق الضيف قال مشغول عن، يعني ترك. هنا ترك، كلمة ترك قوي، يعني ترك 100% عن باب القياس، عن باب القياس، باب القواعد تقييد النحو العربي بسبب بقراءة الذكر الحكيم ورواية الشعر الأخباري. لا، أنا غير موافقة على هذه الفكرة 100%، يعني ليس 100% علي، لأن فيما بعد سوف نشوف كيف الكوفيون، يعني الكوفة يعني يركزون على الـ على الـ على الـ على الـ على النحوي، على النحوي. حتى كتاب شرح ابن عقيل هو كتاب النحوي، كتاب الكوفة، كتاب النحوي الكوفي. حتى وصول إلى الأندلس مذهب الكوفي، النحو الكوفي أولى من النحو البصري. وصول النحو في مصر، النحو الكوفي أولى من النحو البصري، والبصريون يتأخرون. فكيف شوق الضيف قال مشغولة عن ذلك كله، ترك 100%، يعني مشغولة عن ترك 100%، هذا غير معقول. فأنا أشوف ليس 100%. هؤلاء أيضا يعني شغل في النحو لكن ركز أكثر على القراءات وذكر الحكيم ورواية الشعر والأخبار. حتى البصريون أيضا ركز على رواية الشعر والأخبار، حتى هؤلاء. لكن ما يصنف هذا؟ الذي يصنف على هذا عمل أو كفل بصري وهذا عمل أو كفل كوفي، من يصنف؟ المهداثون مثل شوق الضيف. المهداثون يعني يصنع أو يلون. على سبيل المثال سيبويه نفسه لا يعرف هو رئيس المدرسة البصرية، خلي نفسه لا يعرف ناس يعبره عن الأستاذ الكبير في علم الأصوات. خلي نفسه لا يعرفه، ربما بعد توفي فقط الناس يعرفه بأنه يعني أستاذ كبير في علم الأصوات بسبب في كتاب العين، معجم العين. أنت فاهم؟ إذا يعني حينما أنت تقرأ شيئا أنت تعرف يعني كيف تشدد شوق الضيف في تسمية الشيء. أحيانا أنا أحب معه، أحيانا أنا في منتصب معه. أوكي. حينما نقرأ شيئا لا يمكن نقبل 100%، لا يمكن، لأن نحن إنسان في رغبة عندنا، في آراء،